انا عندي في مصر. لا بصي، انا عندي افكاري دايما ودايما بستعين بديزاينرز بيشتغل معايا. في عندي طاقم ديزاينرز روس ومن بلدان أوروبية، وفي ناس طبعا مصريين. دايما مثلا بحاول أبتكر وأطلع فكرة جديدة وبطلب منهم يعملوها لي، يعني حتى في ناس تفكري هنود. وتتصلي انا عايزه اعمل دي. فبديهم اللبس والاكسسوارات، وبديهم القماش، وبديهم المعدات وكده، يقعدوا يشتغلوا لي فيها لغاية ما تعجبني. خد بالك انا دقيقة يعني ومحسبكة قوي، فلازم يعني يعملوا لي اللي انا عايزاه. لو ما عملوش هتقولي لي وانا اجرب. انا كنت عايز 7 اب. مين اللي خد ال7 اب بتاعي؟ كنت لسه ببص عليها. ممكن عايز اشرب من غير ما نعمل اعلان، بس في سترو ممكن ولا خلاص نشربها كده كاجوال الجينز. خلاص بقى، احنا النهارده كله كاجوال. في كاجوال هي اساسا اتعملت كده عشان تتشرب كده، بعد كده دخلولك ال sophistications ولازم شوليمو عشان تبقي شيك، ولازم تاكلي بالشوكة والسكينة، وانا السمان والفراخ والحاجات المشوية دي باكلها بايدي عادي. فعلا. ما انا شفت في البرنامج، انا مستغربة يعني الناس كلها وحتى السمك كل ده بايدك. طبعا. عايزين نرجع للأغنية تاني، يعني شايفة بقى ردود الأفعال ازاي؟ يعني هي هي لسه نازله امبارح، لسه لسه بس كنت نزلتها على النت وقلبت الدنيا الحمد لله. عندي على الفيسبوك على الصفحة وكده اللي نزلتها، تاني يوم لقيت حاجة 5 مليون فيوز، فواو حبيت يعني. الأغنية فريش. التعليقات الإيجابية، ولو في تعليقات سلبية قولها لنا برضه. يعني هل شفتي تعليق؟ قصدك ايه؟ تقصدي لا لو ايه في على تعليق. قصة الاغراء دي اللي دايما لحقن فيها؟ ما فيهاش اغراء يعني. كويس اني مش لابسه مايو طالعه على البحر، بس لابسه فساتين سهره. بالعكس، انا كنت مصوره حاجه بفستان قصير وبعد كده شلتها عشان خفت لا يبان حاجه اباحيه كده، حاجه فيها ايحاءات وكده، فما رضيتش احطها. ما باخد بالي انا حتى بالمسلسل والمسلسلات اجمالي اللي بصورها، انا بقعد اتخانق مع المخرج، هو عايز يلبسني قصير وانا لا، عايزه البس طويل، ولا عايزه يعني اقفل باللبس وكده. ف